تقولش لأ، قول لأ، سيبك من كل الناس وبنفسك ابدأ، اكتب من تاني حكاية، ده كل يوم بداية، صالح الناس وسامح، عيش لبكرة وانسى امبارح، ما تشيلش الهم، افرح واحلم، انسى كل اللي فات وبلاش تندم، صدق نفسك تتصدق، انت السر والمادة، اشخط قياسك ويقول لي كل حاجة ماشية عكسك، مكملين متجمعين بكل أشكالنا وألواننا، راجعين مكملين متجمعين بكل أشكالنا وألواننا، راجعين مكملين متجمعين بكل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدين برنامج شمس الإبداع، أهلا بكم وحلقة جديدة نتمنى تكون ممتعة ومفيدة مليئة بالفكر والرقي والإبداع، والإبداع إنك تكون قد التحدي، وقت ما الكل يشوفك سراب تقدر تعدي، تقدر تصنع الفكرة، تكون أمل لبكرة، مش بس ليك، لجارك، لبلدك، للإنسانية، تقدر تكون شعاع النور وقت ما يكون الكون ظلام، علم يمحي كل جهل بالفعل مش بس الكلام. انتظرونا بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدين برنامج شمس الإبداع، احنا النهاردة متواجدين داخل قرية الحزام الأخضر من داخل مدينة السادات، لأن وصلنا استغاثة من أحد المواطنين إن حصل ضرب نار لمدة 3 ساعات من الساعة 3:30 فجرا حتى 6:30 صباحا، فاحنا هنشوف مع حضراتكم ومن خلال شهود العيان الموجودين في المكان إيه اللي تم بالظبط، وبقدر الإمكان هنحاول نوصل لمدير الأمن المسؤول عن المنطقة ونحل معاه الأزمة ونشوف الاعتداء ده تم من مين وليه وإيه أسبابه، ودلوقتي هنشوف مع شهود العيان إيه اللي تم بالظبط. دلوقتي معانا احد شهود العيان، عرفنا بحضرتك. انور سعيد سعد الجبراوي، مزارع من مدينه السادات والبحيره. طيب مبدئيا يعني تواجد حضرتك، اسباب تواجد حضرتك في المكان. الارض ديت بتاعت واحد اسمه مصطفى، وانا داخل معاه شريك في الزراعه، انا المزارع بتاع الارض. شريك بالمجهود مثلا؟ لا، شريك بالمزارع، انا مزارع اصلا، انا مزارع. تمام. طيب حضرتك يعني قول لنا ايه اللي انت تعرفه عن الواقعة. الواقعة ديت انا مصطفى اللي هو صاحب الارض او المهاجر لفترة طويلة كان اتكلم معايا وقال لي انا عندي جزء من عندي مساحة في السادات في الحزام الاخضر، وفي ناس بتعدت عليا وكده، والارض نشفت وعايز ازرعها زرعة مفيدة عشان اعوض بيها فترة الخسارة اللي انا خسرتها. اتعدت عليه بمعنى ايه؟ كان في تعدي سابق؟ تعدي سابق قبل كده، ونشفوا له الزرع، نشفوا له الخوخ والعنب وبوروا له الارض اللي هي بتنزرع محاصيل. تمام. طيب مبدئيا احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل المره دي تحديدا. المره دي تحديدا احنا خلصنا وخدنا الارض وجايب العماله بتاعتي ونلم شبكات التنقيط عشان الحفار هيقلب للموز وجاهز للموز. الساعه 4 يوم الاثنين كان موافق تقريبا 11 او حاجه زي كده 12. جبت العماله وجيت في الارض يوم الثلاثة الساعة حوالي الساعة 3:30 أو 4 إلا ربع،
لقينا ضرب نار على الفيلا من كل ناحية لأربع نواحي. اطلع يا انور يا جبراوي يا ابن اللي يا ابن اللي عليها وشتيمه. جاي رصده شخص معين بيكلموني انا شخصيا. تمام، جايين لحضرتك بالاسم يعني. اطلع يا انور يا جبراوي ماشي. عشان انت يا ابن اللي بقى يا ابن اللي عليها تطلع. يعني مثلا اعدادهم كانت قد ايه؟ كتير، في حدود تعدى حوالي 30 واحد. 30 واحد جايين بايه؟ طيب اسلحه متنوعه، الاسلحه بالتحديد في الوقت ده ما كنتش نعرف نرصدها يعني، بس اصوات الاسلحه كلها اسلحه متنوعه. فضلوا من حوالي الساعه 3:30 او 4 الا ربع لحد حوالي 7:30 الصبح ماشي. انا خدت الناس بتوعي العماله بتاعتي خدتها وطلعت فوق في الدور الثالث لان ضرب النار دخل علينا من الشبابيك. طبعا معرض، اي حد معرض للموت. ضرب النار دخل من الشبابيك والبيبان وكده. خدت الناس وطلعت فوق السطوح، في سور فوق الفيلا زي ما حضرتك شايف. طيب حضرتك ما يعني ما مبدئيا تعرف مين الناس دول؟ الناس دي اصلا جيراني، انا ليا بيت في مركز بدر ومزرعه في مركز بدر. تمام. والناس دي نعرف بعض كويس. مركز بدر دي هنا برضو تبع السادات، حيره قريبه من هنا يعني، الحدود بيننا وبين بعض مفيش. تمام، يعني في معرفه. في معرفه، معرفه جيده كمان، ومفيش بينه وبينهم اي خلافات. تمام، بس هم الناس دول مسيطرين على حوالي 7000 فدان هنا. تمام، بالبلطجه. بياخدوا غفارات واتوات وكده. طيب هم ايه غرضهم بالظبط؟ غرضهم انهم طلعوني من الارض لان الراجل صاحب الارض اصلا مش عارف يزرع. تمام. طيب انور الجبراوي جاي هيزرع، يبقى كده ايه؟ شال سيطرتنا مع الارض. تمام. يبقى كده احنا ده جارنا وعرفنا يعني غرضهم يطلعوكم من الارض ياخدوها وضع يد مثلا ولا ايه؟ هم بيطفشوا مصطفى ده عشان واخدين الارض من صاحب الارض، عايزين ياخدوها منه بثمن بخس. طبعا ما فيش حد يزرع على الارض والارض تبور، يعرفوا ان هو هنا مش هيعمل حاجه فيضطر يبيعها باي سعر. بالظبط كده، هما الناس دول اصلا مبلطجين على الاراضي كلها هنا وبياخدوا اتاوي عليهم. فدان الايجار بياخدوا 250 جنيه. فدان الزرع الفاكهه والحاجات ديت لما بيجي يباع بياخدوا منه 1000 جنيه. 7000 فدان فارسين سيطرتهم عليه بقياده سيد شاهين. شغل اتاوي يعني وفرد دراع. شغل اتاوي وغفرات وفرد دراع يعني. بالظبط كده، ولهم سابقه قبل كده اصلا ممسوك عندهم حوالي 15 بندقيالي. الحدث هنا مشوا ازاي او ايه اللي تم؟ لحد الساعة 7:15 السيد شاهين بالتحديد كان بيني وبينه مسافة يعني من الفيلا كده لحد المشاية دي، قال لهم يلا انسحبوا عشان ده بيتكلم الناس اللي هي على اطراف. السيد شاهين ده مين برضه؟ السيد لبيب شاهين، واحد مزارع هنا له حوالي 170 فدان. وهو من ضمنهم يعني؟ هو قائد المجموعة، وهو له واقع قبل كده بنفس المجموعه، والمجموعه دي كلها عليها احكام 15 سنه و20 سنه. قال لهم انسحبوا يلا كلكم عشان الحكومه جايه واحنا خلصنا عليهم. يعني هو ده برضو من ضمن التهديدات اللي برضو الغرض منها ان انتوا تفضوا لهم الارض يعني. هو في الوقت اللي هو بيكلمهم فيه ده كده تهاجنوا ان احنا اتصفينا، لان كان كل الضرب زي ما حضرتك شايف. كده هو كان بيتكلم معاهم على اساس احنا خلاص خلصنا كده. تمام، مفيش صوت طبعا، انتوا مفيش صوت، فهم اعتقدوا ان انتوا خلاص. في الوقت ده، في الوقت اللي هو من 6:30 لحد 7:15 كانت ابتدت الرؤيه تبان. تمام، ابتدينا نبص من فوق البيت، ابتدينا نحدد الاماكن اللي هم فيها. مكان هنا كده على المشايه كان حوالي 7-8 مسلحين عند في اخر السكه، في اخر المشايه عند الطوب الابيض ده كده حوالي 7 مسلحين. عند السكن اللي هو في اخر الارض ده حوالي 8 مسلحين. تمام، وكلها اسلحه تجيله. وابتديت نعرف اشخاص منهم، ابتدى قريب مني ابتديت نعرفه. الصوره بانت. اتضحت الصوره، والعربيات ابتدينا نشوف العربيات ونعرف العربيات ونعرف الاشخاص لان هم جيراني. انت عارفهم وعارفهم كويس كده، والعلاقه طيبه. العلاقه طيبه جدا، مفيش احداث ومفيش اي حاجه قبل كده. تمام، هم سواء النيه كلها على الارض. بالظبط، هم عايزين الارض. بالظبط. طيب حضرتك، طب احنا عايزين النيابه، ايه الاجراءات اللي تمت؟ بالنسبه للمديريه، بالنسبه لمحضر الشرطه،
محضر الشرطة طبعا جه رئيس المباحث وعين الواقعة حضرتك، لم الفوارغ، لم حرز من الفوارغ، جزء من الفوارغ الفاضية، وساب الباقي على الأرض عشان معاينة النيابة. وجات النيابة عينت حضرتك، عينوا الموقع كله ولموا كل الفوارغ اللي فراغ، لموا حوالي 10,000 طلقة، طلقات متنوعة. و ضرب 3 ساعات ونص متواصل. ولموا الفوارغ، وبعد كده تمت معاينة النيابة وتم تأييد تحريات المباحث بالواقعة ضد الأشخاص اللي هم مبلغ ضدهم، اللي هو السيد شاهين وهاني زيدان ومحمد خيرت شاهين وخالد خيرت شاهين ومحمد أحمد موسى زيدان. تمام، دول كلهم في المحضر يعني. وشهود العيان شايفاهم وعارفاهم. ضرب النار يعني حصل على ايه وعلى ايه؟ حصل على الفيلا من 4 نواحي زي ما حضرتك شايف ومتصور. حصل على العربيه الخاصه بيا، حتى مواسير المايه بتاعت السباكه وبتاعت مايه الشرب والحاجات دي ما خلتش من اصابه الرصاص. اتلفات كتير. السلم ده، الطوب الاحمر اللي حضرتك شايفه ده والمتصور ده، ده نتيجه ضرب الرصاص برضو في الحيطه تحت زي ما انت شايف. ضرب كله ضرب باين ان هو ضرب تصفيه يعني. طب انت دلوقتي ايه اللي انت طالبه عشان تعيش امن في المكان ده، انت والناس اللي هي العماله والناس كل اللي مسؤول عن الارض هنا؟ احنا والله كنا طالعين من وقت كان في بلطجيه وكان في كل حاجه، بس في عهد سياده الرئيس الحاجات دي كلها انمنعت، والحاجات دي كلها يعني حتى اصحاب الزرع واصحاب الاراضي بعد ما كان بيشوفوا حته سلاح عشان يحمي نفسه. في الوقت اللي احنا فيه مفيش الكلام ده طبعا، مفيش ده. في عهد سياده الرئيس وفي عهد الحكومه اللي موجوده النهارده كان غريب الوضع على الكل يعني، حتى على الجيران وعلى الناس. فنطلب سياده مدير الامن يتدخل في المشوار ونشيل الوسائط، الحكومه تتحرك بحريتها. احنا عندنا رئيس مباحث بامانه كل النشاط اللي في الدنيا فيه، الراجل استجاب للنداء بسرعه وجه بسرعه وبنفسه وعين الموقع كله بنفسه. محمود بيه طباخ راجل نزيه وراجل نظيف وراجل مش عايز حتى البلطجه دي، بيقول انا لو اتجمع على مكتبي. وبالنسبه لرئيس مباحث المديريه الراجل قال رئيس الفرع قال انا عايز حد يتحرك من المزارعين ببلاغ على مكتبي عشان نعرف نتحرك ونمسك الناس البلطجيه دي، لان لهم اكتر من واقعه قبل كده. هم سوابق في الموضوع. سوابق وموجوده الحاجات دي، مش انا اللي بقولها. الناس دي مفيش بينهم ولا اي حاجه قبل كده. هنتواصل مع سياده مدير الامن ومش هنسكت غير لما المشكله تتحل ويتوضع لها حل. اتمنى كده وناخد حقي انا واخواتي والناس اللي معايا ان شاء الله. حقك هيرجع ومفيش، مش هتبقى في بلطجه هنا تاني. نتمنى ذلك. احنا دلوقتي في شهود عيان تاني طبعا غير حضرتك. طبعا انا عندي اعمال كتير. Thank you.
سعادتك معك احمد سعيد مسلم فلاح بنشتغل مع الحاج انور في هنا في الارض. ماشي اتفضل. ايه اللي انت تعرفه عن الواقعه او انت كنت موجود ساعه الواقعه؟ موجود من ساعه الواقعه من قبلها بيوم. جينا هنا حضرتك الساعه 2 الظهر بدانا نلم في الخراطيم الموجوده ديت حضرتك. تمام. موجوده هي على الارض الخراطيم والشغل. جات لنا عربيه هنا شغالين مع تبع مين؟ شغالين مع الحاج انور الجبران وراجل مؤجر الارض وجينا نشتغلوا معاه. قالوا لنا مش تطلع بره. قلنا مش طالعين لما يجي الحاج. اتصلنا على الحاج جلني قبل الواقعه دي بيوم الساعه 2 او 3 الظهر. جه سواق ادى الحاج تليفون كلمه فيه واحد قال اسمه محمد خيرت شاهين واحد اسمه هاني زيدان. قالوا له اطلع من الارض. الارض ديت مش الارض ومش الارض المهم. قال لهم تهديد محمد خيرت شاهين وهاني موسى زيدان هاني احمد موسى زيدان. اه قالوا لنا قالوا له بعتنا ليك الحاج سيد لبيب شاهين بيقول لك اطلع بره الارض احسن لك برجالتك. قال لهم انا راجل مؤجر طبيعي ورسمي ومعايا عقدي وعقدي متسجل في الشرطه وما ينفعش نطلع. انا راجل مؤجر لو لكم حاجه في الارض او مشكله مع صاحب الارض انا نخلصها معاكم واللي انتوا عايزينه تحت امركم فيه. خدوا بعضهم الناس ومشوا. غلطوا على قد ما غلطوا ومشوا الراجل ما ردش. انت تعرف ايه عن الناس دي؟ مين هم الناس دي؟ ما نعرفش. انا اعرف بس كل اللي نعرفه ان دي اسماء ان ذكرت قدامي. تمام. ما اعرفهمش خالص. المهم تاني يوم في نفس الليله الساعه 3 ونص بالظبط نزلت علينا احسن من اصوات كتير. اطلع انور جبراوي اطلع انور جبراوي اطلع بقى الفاظ مش مظبوطه خالص وضرب نار فوق ما تتخيل لدرجه ان معانا ناس انسرعت في الفيلا هنا. الراجل لمينا كلنا فوق وقال مع قرقدهم قعدنا بقينا راكدين في الارض وضرب نار تقدر ان كده اسرائيل شغال. هو شغل مافيا يعني شغل بلطجه. اطلعوا بره هتموتوا هنفجروا الفيلا باللي فيها. ضرب نار جت حضرتك الراجل عمل بلاغ تاني يوم وجت النيابه وجت الجيش وجت مخابرات وحددوا انواع السلاح وحضرتك وفي فوارغ هي كمان برضو من ساعه ما كانوا هنا موجوده هيت. تمام. ممكن تشوف حضرتك هيت على الطبيعه. تمام. والنيابه قالت لنا حقكم هيكون عندنا واحنا لحد النهارده حقنا ما جاش. احنا كنا هنموت في الارض دي. هو بقاله اسبوع الكلام ده بقاله النهارده 35 38 40 يوم 35 38 40 يوم بالظبط. تمام. ان شاء الله احنا مش هنسكت هنتواصل مع مدير الامن وان شاء الله في اسرع وقت هيكون في وضع حل. نتمنى والله نتمنى يعني احنا بس حابين نسمع بقيه الشهود بس معانا عشان يبقى الكلام واضح من جميع. عبد الرزاق عبد السلام عبد اللطيف شغال مع الحاج انور من صغري. راجل بياخد مزارع ايجار ومشغل اكتر من 40 اسره. ربنا يبارك. اه يعني ناس راجل فتح بيوت كتير. راجل محترم. اه يعني راجل فتح كلنا شغالين تحت منه في الاراضي مزارعين. بناخد منه بنصرف على اطفالنا. طيب وتعليم اطفالنا. مصداقية. هل الحاج انور في مشاكل بينه وبين الناس دي سابقا؟ لا 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 انا ما شفتش على الراجل ده. انا بقالي 18 سنه مع الحاج انور. مالوش اي علاقه غير هو موضوع انا الأرض. متربي مع الحاج انور يا باشا واخد بال حضرتك. مع الحاج انور متربي بقالي 18 سنه. تمام. يعني الموضوع احنا طالبين نستغيث. فين دوله القانون يا باشا؟ احنا مظلومين. يعني ناس زي ديت زينا ناس طالعه تاكل عيش انضرب عليها كمية الرصاص دي كلها. يعني فين دولة القانون اللي بيقولوا عليها دولة القانون؟ دولة. انا بناشد يا باشا السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اللي وعدنا ان البلد تبقى في امان واحنا شايفين. بس دي مافيا وعصابات خطيرة جدا. يعني احنا شفنا كمية الرصاص اللي انضربت علينا. يعني ده ما حصلش قبل كده خالص. فاحنا بنستغيث. تمام. كانكم كنتوا اسرى يعني. احنا اكتر من الاسرى. في حاجه اكتر من الاسر. احنا كنا مقصورين. حضرتك لو دخلوا علينا حضرتك وخدونا بايديهم كده بكميه السلاح اللي معاهم دول من غير ما يضربوا ولا طلقه. ناس جايه تشتغل معاه منجل ومعاه فاس. ايوه طبعا. يعني لو دخلوا على اكل عيش. اه لو دخلوا بالسلاح اللي معاهم دول كانوا خدوا كل الناس اللي في الفيلا. اما هو الوضع هم قاصدين اللي هم يرهبوا المنطقه لان هم زي ما قلت لحضرتك قبل كده فاردين سيطرتهم على. يعني انا راجل طالع بشتغل بدي باكل لهم متعيش بفاسي ينضرب عليا كميه الرصاص دي كلها. تمام. ما
هم هو ده شغل العصابات وده شغل المافيا. هم ده شغل إرهاب. اللي حصل ده شغل إرهاب. يعني أنا راجل عندي 6 أطفال عايز أكلهم بالحلال، لما أطلع أشتغل مع راجل طيب زي ده ينضرب علينا كمية الرصاص دي كلها. هم دول زيهم زي اللي بيتاجروا في الاعضاء، دول بيتاجروا في الاراضي اكتر. ده مافيا مكسب الاراضي اكتر. يعني ده مبلطجين على 7000 فدان. كل اللي يجي ياجر اطلع بره، ضرب نار، اتوات. ايه يا باشا احنا فين؟ شغل فتوانة. احنا فين يا باشا؟ احنا باذن الله هنوضع لها حل مع مدير الامن، يعني مدير الامن هيوضع لها حل ان شاء الله. بتمنى من ربنا ان شاء الله، واحنا هنطلع من هنا على مدير الامن ربنا يسعدني. ربنا سبحانه وتعالى يعني يسمع صوتنا السيد مدير الامن، وبسمع عنه انه هو راجل شخصيه محترمه، السيد رئيس مباحث شخصيه محترمه، كل الشرطه مدينه السادات. انا يعني بستغيث بس انا وغيري، بس الموضوع اجراءات، بس احنا نسعى ان الاجراءات دي تتم في اسرع وقت. احنا هنطلع من هنا على مدير الامن، يعني انا باكد لك ان احنا نطلع من هنا على مدير الامن. يعني انا رايح اجيب اكل وشرب، العربيات بتطاردني على الطريق، مطلوب عربيه فرنة على الطريق. أنا محروس سعيد سعد، أخو الحاج أنور اللي هو مأجر الأرض ديت، مشارك فيها الحاج مصطفى. تمام، وزي ما حكوا لحضرتك كده اللي حصل في الأرض. ماشي، احنا برضو عايزين نعرف ايه برضو اللي انت شفته، انت كنت متواجد؟ اللي أنا شفته يعني كان الساعة 3:30 الفجر كده، من حوالي 3:30 أو 4 إلى ربع لغاية الساعة 6:30 بالظبط كده، ضرب نار متواصل. أولا الناس دي ما فيش أي حاجة بتعادي ما بيننا وبينهم. ويوم ما الحاج أنور نزل بالرجالة هنا اللي هم شغالين معاه والعمالة اللي شغالة معاه في المزرعة، كانوا لقوا عمالة في المزرعة وبتاع، فبعت واحد للحاج أنور قالوا له الارض دي تخصنا والارض دي مكاننا والارض دي. قال لهم يا جماعه انا بالنسبه لي الارض ديت انا راجل مشارك صاحب الشأن، لو لكم فيها اي سكه او اي شاء قولوا له انا سيب الارض واطلع. هما بيقولوا الارض دي بتاعتنا الارض ديت تخصنا والارض دي بتاعتنا وسيب الارض واطلع. قال لهم ما انا ما فيش اي حاجه تربطني بيكم، انا مأجر من الراجل ومشارك الراجل، انتوا هطلع من الارض ليه؟ تمام. ففوجئنا بقى يوم يعني الكلام ده كان النهارده، تاني يوم بقى الفجر اليوم التاني نزلوا علينا بوابل من الرصاص. اقسم بالله العلي العظيم اللي بيفدي ربنا اولا. نعم بالله. تمام، يمكن حضراتكم شفتوا الرصاص اللي هو في الحيطان واللي هو مخترق الشبابيك والبيبان والكلام ده كله، بس ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بينادي. ربنا هو بيستر على الناس اللي طالعه للخير. بعد ما حصل اللي حصل والكلام ده وربنا سترها، والناس اللي كانت صابتها حاله من الذعر، الناس اللي كانت نايمه شغاله طول النهار، يمكن الكاميرا لو لفت كده شمال ولا يمين هتشوف الخراطيم وهتشوف الشغل اللي معمول في الارض. احنا جايين نزرع مش جايين ننام، جايين تشتغل. فحصل اللي حصل زي ما حضرتك شايف. بالنسبه للتهديد اللي حصل في بعض الشهود، ذكر ان كان في تهديد بالتليفون. كان في تهديد طبعا، ما هو هم مغفرين المنطقه ديت، مغفرين فيها 7000 فدان او 6000 فدان كلهم بالسلاح. وكانت في واقعة قبل كده، كان محمود بالشاذلي باين كان رئيس المباحث بتاع السادات، ونزل خد 15 بندقية والقضية محكوم على، في أشخاص محكوم على 15 سنة. تمام، 15 سنة محكوم عليهم وموجودين على مرأى ومسمع من الجميع، ومفيش ولا شرطة طبعا، ناس شغالة بالقوة وناس شغالة بالفلوس والسلطة والمال. وسايط السيد لبيب شاهين ده شغال سلطة وفلوس، وسايط بتساند وفلوس شغال. طب احنا فين من الدولة؟ فين دولة القانون اللي احنا بنتكلم عنها؟ فين دولة القانون؟ ما حصلش. لو جيت لحضرتك في الكلام، يعني من اول ما الرئيس السيسي مسك البلد كل الملامح اللي كنا بنشوفها والحاجات بتاعت الثورة اللي كانت بتحصل في الثورة دي انتهت. ده اول يعني حدث يعني اول حدث في المنطقه عامه.
في منطقه السادات عامه. اول حاجه بالنسبه للقانون اللي انا عرفت ان حضراتكم اتخذتم الاجراءات القانونيه يا باشا. طيب المحضر، المحضر 190,057 يعني السادات جنايات السادات في رقم للمحضر. في رقم للمحضر بس هو دلوقتي المشكله طبعا في ايه؟ في بطء التنفيذ. بطء التنفيذ تمام يعني، وانتم ما زلتم مهددين الجهات القانونيه طبعا. كان في لما حصل رحنا حررنا محضر وطلع للناس اللي هي مذكوره في المحضر دي ضبط واحضار تمام. النهارده على مرأى ومسمع من الجميع بقى لنا النهارده 40 يوم او 43 يوم على مرأى ومسمع من الجميع بيتحركوا وبيروحوا مزارعهم بيتحركوا في كل مكان. ما زلتوا انتم مهددين برضه؟ ما زلنا مهددين طبعا. هم شايفين حالهم وما زلت انتم مهددين، ما فيش اي اجراء تاني. احنا لجأنا للشرطه ولجأنا يمكن الجيش برضو، المطار قريب مننا من شدة الرصاص وضرب النار. المطار اللي استغاث الأول القوات المسلحة استغاثت بالشرطة تشوف في ايه. فلما على بال ما الشرطة جت تطلع والناس جت تطلع كان المحامي راح حرر محضر بالواقع اللي حصل ديت، لقوا البلاغ بتاع الجيش مطابق للمحضر اللي هو في الشرطة تمام. تمام. فاحنا بنناشد طبعا الجهات القانونيه والمسؤولين ان هم يشوفوا لنا حل للموضوع ده، لان احنا بقى لنا 40 يوم وما زلنا مهددين مش عارفين نحط عود زرع في الارض. تمام. احنا نحط عود زرع او نصرف قرش على الارض نبص نلاقيهم جايين مطلعيننا. استغاثنا بكل الجهات، ما عادش فضل الا الاعلام بقى اللي احنا بنستغاث فيه. بنقول لسيادة مدير الأمن إن هنا في مواطنين مصريين مهددين بالموت يوميا، مهددين بالموت يوميا، ودي مسؤولية رجال الداخلية إن هم ييجوا يحموا الناس هنا ويوصلوا لمجموعة البلطجية والمافيا دي، مافيا الأراضي اللي هي بتكره الناس في لقمة عيشها وبتكره الناس في المعيشة في مصر. خاصي من القمر السماء ما نرضى تدوس البشر بعضها، ما نرضى يموت جوا قلبي ندا، ما نرضى تهاجر الجذور أرضها، ما نرضى قلبي جواي يغني جراس تدق صرخة ملاك، تموت حتى مني لجراس بتعلي النهاية بشر من العباد. الحكمة قتلتني وحيتني وخلتني أغوص في قلب السر قلب الكون قبل الطوفان ما يجي، خلتني أخاف عليك يا مصر وأحكيلك على المكنون. مين اللي عاجل فينا مين مجنون؟ مين اللي مدبوح من الألم؟ مين اللي ظالم فينا مين مظلوم؟ مين اللي ما يعرفش غير كلمة نعم؟ مين اللي محميلك خضاء الفلاحين غلابة؟ مين اللي محميلك عمار عمالك الطيابة؟ مين اللي بيبيع الضمير يشتري ويشتري به الضمار؟ من هو صاحب المسألة والمشكلة والحكاية والقلم؟
رأيت كل شيء وتعبت على الحقيقة. قابلت في الطريق عيون كتير بريئة، أعرف بشر عرفوني، لا ما عرفوني جبلوني، وقبلتهم بمد ايدي لك. طب ليه ما تقبلني؟ لا يهمني اسمك، لا يهمني عنوانك، لا يهمني لونك ولا بلادك مكانك، يهمني الانسان ولو ملوش عنوان. يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، حدوته مصريه، حدوته مصريه، حدوته مصريه. صوره تانيه عن مصر سواء داخل مصر او خارج مصر، فاحنا بنناشد السيد مدير الامن واحنا هنيجي لحضرتك بنفسنا ونتابع معاك بالقانون الاجراءات اللي لازم تتم لوقف هذه الفوضى في قطعة من ارض مصر. ودلوقتي حضرتك المباحث جت وعينت بنفسها ومفيش اي خطوة رسمية تمت ضد هؤلاء البلطجية اللي حسب الشهود ان هم عايشين حياتهم عادي، بيباشروا اعمالهم سواء اجرامية او غيرها، ومازال هنا المواطن المصري في قطعة من أرض مصر مهدد بالموت 24 ساعة. ما تقولش لا، قول لي لا، سيبك من كل الناس وبنفسك ابدأ، اكتب من تاني حكاية، ده كل يوم بداية، صالح الناس وسامح، عيش لبكرة وانسى امبارح. ما تشيلش الهم، افرح واحلم، انسى كل اللي فات وبلاش تندم، صدق نفسك تتصدق، انت السر والمبدأ، اشخط قياسك ويقول لي كل حاجة ماشية عكسك. مكملين متجمعين بكل اشكالنا والواننا راجعين، مكملين متجمعين بكل اشكالنا والواننا راجعين، مكملين متجمعين.